يو السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم اللعبة، واحد اللعبة زوينة اللي هي فيفا 2019 اللي بزاف باغيني هاد اللعبة هادي. والمشكل في هاد اللعبة هي انها اوفلاين. شوف كيف ما كتشوف، ما عندي لا واي فاي لا والو. دابا هاد اللعبة غنخلي لكم كيفاش في الاخر، غادي نقول لكم كيفاش تيليشارجيها، خليك حتى الاخر وشوف. المهم ندخلوا لهاد اللعبة. لا باي، كيف ما كتكون كتكون بحال هكا. لعبة زوينة، غير انا ما عنديش مع اللعب ديال الكرة وداك الشيء، حتى انا صدرك في الكرة. المهم نوريكم كيفاش وداك الشيء. كيف ما كتشوف غنلعبو انا دابا شي ماتش هنايا. انا كي وهاد اللعبة هادي كيف ما قلت لكم كاين في 2019، يعني اخر انتقالات واخر اللي كاين في داك الشيء. المهم غندخلو نقصرو شي ماتش. المهم كيف ما كتشوفوا كتختار اللعبة، كتختار التيم ديالك او الفرقه ديالك. المهم ها هما الدوريات اللي كاينين، كاين البونس ليغا الثاني، كاين الدوري الجميل الكال سوبر ليغا، البونس ليغا واحد ليغا وان. المهم كي داكشي اللي كتعرفو نتوما، كاين جي بي رولي ما عرفتش يقولو لا، كاين لا ليغ وكاين ليجاند. المهم غندخلو غادي نلعبو باليوفي، حتى انا عايز عليا رونالدو. غادي نشوفو اليوفي، ها هي غنديرو ضد، نشوفو شمن لعبة شمن فرقة غادي نلعبو ضدها. نديرو ضد البارسا، يلا نديرو الليغا، ندخلو ضد البارسا. بما ان بارسا ربحات ليا الريال في الكلاسيكو الاخر، دابا غادي نلعبو نقدرو نتاقمو، ولكن ما كنعرفش اللعبة دي تسمحو ليا وداك الشيء، حيت ما كان زرك في اللعب ديال الكرة. المهم نمشيو ها هما انا اخر ديال التيشيرتات اللي كاينين، غادي نلعبو بهذا ونشوفو الريال. واو غادي نلعبو هذا، غادي ندخلو عاوتاني السكواد، يعني الفرقة ديك السكواد اش يقولو ليها الخطة. المهم شوفو شنو كاين، هادي اللعبة اللي بادية عليا انايا. 4-3-3 ولا 4-4 شوف لعبو باش نشوف سير. كيف ما كتشوفوا الدراري، ها هي حنا دابا داخلين. ما كتشوفوا الجرافيك ديالها زوين، يعني ماشي شي حاجه اللي خايبه بزاف الدخله وداك الشيء. المهم غنخلي لكم مع شويه ديال الجيم بلاي، غادي نشوفوا ومن بعد نقول لكم كيفاش كتلعب. داو ما يمكن ما قلتش حمار. اسمعوا لي الدراري، راه ما حتى ما كنعرفش اللعب، راه ازرق في الجيم ديال الكره، داكشي اش ما كنلعبها ما كنتفرج فيها ما والو، داكشي علاش. زقلون لا المهم نخليكم تطالع مع الطريقة كيفاش نخليكم مع الطريقة كيفاش تتليشارجي. يعني يو بعد ما كان تليشارجي هو الدراري، بعد ما كان تليشارجي هو بعد ما كان تليشارجي دوك الثلاث الملفات اللي خليت لك لتحت، غادي تمشي اول حاجة كتكون ها الاو بي بي ديالها هو هذا، كتكون الاو بي بي، ومن بعد كيكون الفيفا هذا، يكون الاو بي بي هو هذا كتليشارجي، وكتليشارجي الداتا، ومن بعد كتيليشارجي الابيكا. اول حاجه كتمشي تيليشارجي الابيكا هي الاولى، هي هذه اللي كتمشي فيها.
يكون واحد الكود اتورك على الاي بي كاي، كدير فيو، كدير هادي، كدير اوبن، كيطلبوا منك هاد الكود. الكود ها هو غادي نخلي لكم انت هو داك كدير ليه، ها هو كدير له دير له ولا كبيره، وكدير وكدير كتسالي، كدير اسباس، المهم كلشي غادي يبقى لداخل، كدير اوكي، وكدير صافي، نتوما كيمشي لتانستال، كدير اوكي هكا. هادشي لو بديت تانستالي كتانستالي، انا مانستالي قبل، من بعد كتمشي لل او بي بي اي، كتدي لها تاي فيو، كدير لها هكا، كتشد تقمرك مزيان على هاد سميتو، كدير لي كوبي، كتجي ل هنايا، كتجي لاندرويد الاو بي بي، كتكوبي هنا كيما كتشوفو، انا راه مكوبي هو كوم بوان او اي او اي بوان جيم بوان فيفا 14، وكتكوبي هنايا. ومن بعد كتمشي للداتا، اللي ها هي هادي تاهي، هاهي كتمشي كديرها بحال هكا، كديرها كتورك هادي على هادي مزيان، كاش كتورك على هادي مزيان، كدير لي كوبي، وكتجي لهنايا، كتمشي للاندرويد والداتا، وكدير لي كوبي، كتورك على هادي، عندي في تاهي هادي لا كوباي كوم بوان ام. المهم ما تنساش دير ليا لايك و سبسكرايب، سبارتاجي مع الشران كي عجبك الفيديو، ولا بغيتي بزاف عاوتاني من الالعاب ديال الكره وداكشي، وانا راه معاك، انا راه اكتب لي في التعليق وانا معاك. المهم ما تنساش دير لايك وسبسكرايب، وكان دويا.